حياتي للجميع، معكم أبو ميلاد في فيديو جديد. اليوم سوف أقوم بمراجعة كاميرا بينتاكس K1، وهي أول كاميرا فول فريم من شركة بينتاكس. قبل البداية أنصحكم أن تشاهدوا صور تجربتي لهذه الكاميرا، الرابط في الأسفل. أيضا خلال تحدثي عن الكاميرا سوف أعرض بعض الصور التي التقطتها باستخدام هذه الكاميرا. بداية سوف أتحدث بشكل سريع عن الكاميرا من ناحية تقنية، وبعد ذلك سوف أبدي رأيي وأيضا هل أنصح أو لا أنصح بهذه الكاميرا. كما ذكرت، الكاميرا هي فول فريم وهي أول كاميرا فول فريم من شركة بينتاكس. مستشعر الكاميرا ينتج صور بحجم 36 ميجا بيكسل. نظام الفوكس في الكاميرا يحوي على 33 نقطة فوكس. حساسية الحساس أو المستشعر للضوء تمتد بين 100 ISO حتى 204000 ISO. سرعة الغارق تمتد بين 30 ثانية حتى 1/8000 جزء من الثانية. الكاميرا تصور 4.5 صورة بالثانية بشكل مستمر كحد أقصى. الكاميرا لا تحوي على فلاش مبني في داخل الكاميرا، هناك منفذ أو مكان لإيصال فلاش خارجي. الكاميرا تصور فيديو Full HD بسرعة 30 إطار في الثانية كحد أقصى. الكاميرا تحوي على مايكروفون ستيريو مبني في داخل الكاميرا، وأيضا هناك منفذ لمايكروفون خارجي. الكاميرا تأتي مع شاشة حجم 3 إنش. أيضا الشاشة قابلة للحركة والطي، وطريقة عمل الشاشة شوي غريبة. طبعا عندما أعلنوا عن هذه الكاميرا الجميع تحدث عن طريقة تحريك الشاشة، وبصراحة خلال استخدام الكاميرا لمدة 10 أيام مع الوقت طريقة تحريك الكاميرا تصبح مزعجة بعض الشيء، فهي ليست سلسة وأيضا ليست سريعة. فعمليا لا أدري لماذا بينتاكس قامت بهذا التصميم الغريب. أيضا الكاميرا تحوي على مقلل اهتزاز. عمليا في أغلب كاميرات نايكون أو كانون مقلل اهتزاز يكون في العدسة، ولكن في كاميرات بينتاكس المقلل أو محرك المقلل اهتزاز مبني في داخل الكاميرا. أيضا الكاميرا تحوي على اتصال واي فاي، أيضا GPS، وأيضا الكاميرا تحوي على منفذين لكروت الذاكرة من نوع SD. هنالك أيضا منفذ لميني USB ومنفذ لHDMI لإيصال الكاميرا بشاشة عرض خارجية. أيضا من أهم مميزات كاميرات بينتاكس وتحديدا هذه الكاميرا يوجد بها حماية من عوامل الطقس مثل المطر والغبار. وشركة بينتاكس تصمم بشكل عام كاميرات مبناها جدا قوي، وهي تعتبر الأفضل في هذه النقطة. عمليا هذه الأمور الإيجابية في الكاميرا، والآن سوف أتحدث بصراحة عن هذه الكاميرا وسوف أذكر الأسباب التي لا أنصح بشراء هذه الكاميرا. أول نقطة، الكاميرا لا يوجد بها دعم للغة العربية. ثاني نقطة هو قلة الدعم الموجود لكاميرات بينتاكس، طبعا هي غير منتشرة وصعب جدا أن تجد مواد تشرح طريقة استعمال هذه الكاميرا. ثالث نقطة، بما أنه شركة بينتاكس جديد فاتت على عالم كاميرات فول فريم، فعمليا هناك قلة في العدسات. عمليا هناك فقط 11 عدسة ممكن تستعملها مع هذه الكاميرا، بالمقارنة مع كاميرات فول فريم من نايكون أو كانون هناك أكثر من 200 عدسة. فهذه نقطة يجب أن تأخذها بعين الاعتبار. رابع نقطة تتعلق في نظام الفوكس الموجود في هذه الكاميرا. خلال استعمالي هذه الكاميرا لمدة 10 أيام وجدت نظام الفوكس في بعض الأحيان ليس دقيق. فعمليا أنت تركز على نقطة وعند العودة للبيت تجد أن الفوكس ليس حاد بالمقارنة مرة أخرى مع كاميرات من نايكون أو كانون. النقطة الخامسة تتعلق بنظام القياس أو الميترنج سيستم في هذه الكاميرا، قياس الضوء. فلتوضيح هذه النقطة سوف أنتقل إلى اللايت روم وأشرح ما هي المشكلة في هذه الكاميرا. فدعنا ننتقل إلى اللايت روم بشكل سريع. أحد المشاكل اللي وجدتها في هذه الكاميرا أن تقدير الكاميرا للضوء غير صحيح بالمقارنة مع كاميرات من كانون أو نايكون. بعد البحث قالوا لي أن الآيزو في هذه الكاميرا يختلف عن الآيزو في كاميرات كانون أو نايكون. يعني آيزو 100 في هذه الكاميرا هو مساوي لآيزو 50 بكاميرات كانون أو نايكون. فعمليا الكاميرا عندما تكون في آيزو 100 فعمليا الكاميرا تحتاج لضوء أكثر، وسوف أوضح هذه المسألة بالصور. فعمليا تلاحظوا الصورتين، هذه الصورة التي هي على اليسار هي بكاميرا بينتاكس. عمليا صورت إذا تلاحظوا هنا آيزو 100 وب 70 ملي وفتحة عدسة F2.8. الصورة التي على اليمين هي بنايكون D110، طبعا حجم الصور بالكاميرتين هو 36 ميجا. فتلاحظوا بين الصورتين أنني صورت في نفس الآيسو ونفس فتحة العدسة ونفس البعد البؤري، ولكن أعطيت الكاميرا هي أن تقدر سرعة الغالق. فتلاحظوا في صورة بينتاكس هنا أن سرعة الغالق هي 1/800 جزء من الثانية، أما في كانون فهي 1/1600 جزء من الثانية.
فتلاحظوا أنها نفس الصورة صورت في نفس الوقت باستعمال نفس الإعدادات، ولكن أعطيت الكاميرا أن تقدر سرعة الغلق. فعمليا بينتاكس في ايزو 100 تحتاج ضوء أكثر من كاميرا نايكون. وبصراحة عندما رأيت هذا الاختلاف قمت بالبحث في الإنترنت، اتصلت في شركة بينتاكس أن هناك فرق في الايزو بين كاميرات بينتاكس وكانون ونايكون. ولكن عندما قمت بتصوير هذه الصورة فتلاحظوا هنا أن صورت ISO 100 24 ملي F22 وسرعة الغالق هي 30 ثانية. طبعا استعملت هنا في هذه الصورة فلتر ND 9، أي أنه سوف يقلل الضوء بتسع درجات. وبسبب أن الصورة كانت في النهار فعمليا الكاميرا استطاعت أن تقدر سرعة الغالق، وتقدير الكاميرا في هذه الحالة كان 15 ثانية. وعندما صورت في 15 ثانية الصورة كانت معتمة. وقمت بتصوير الصورة بكاميرات نايكون، نايكون قررت أن سرعة الغالق المناسبة حتى يكون التعرض للضوء جيد هو 30 ثانية، وقمت بذلك. وبعد ذلك قمت بتصوير نفس الصورة في كاميرا بينتاكس بدل 15 ثانية إلى 30 ثانية. فعمليا من خلال هذه التجربة وأيضا تجارب أخرى قمت بها باستعمال هذه الكاميرا، أستطيع أن أقول أن وحدة القياس كاميرا للضوء لا تعمل بالشكل الصحيح. وسوف أريكم مثال آخر. فعمليا الصورة هنا التي على اليسار هي بينتاكس، لاحظوا صورت بايزو 100 بعد بؤري 24 ملي F9 1 على 160 جزء من الثانية. الصورة التي على اليمين هي بنايكون ايزو 100 24 ملي F9 1 على 160 جزء من الثانية. فتلاحظوا أن صورة بينتاكس أكثر غامقة مع أنني صورت في نفس الإعدادات، ومرة أخرى يعود الأسباب التي ذكرتها. فعمليا في هذه الصورة قمت بالتركيز على اللافتة الموجودة هنا، تلاحظوا في هذه المنطقة وهي Family Room. فعمليا في صورة نايكون D810 أستطيع أن أقرأ الكلمات الموجودة هنا وهي Family Room، أما في بينتاكس فهي غير واضحة. طبعا هذا سبب آخر في هذه الكاميرا هو حدة الصور ليست الأفضل. طبعا نسيت أن أذكر أن سعر هذه الكاميرا هو $1800. فعمليا $1800 سعر دعنا نقول لي Full Frame رخيص، ولكن هناك كاميرات فول فريم سوف تعطيك نتيجة أفضل. فمثلا ممكن أن تشتري سوني A7 مارك 2 أو نايكون D610 أو نايكون D750، فجميع هذه الكاميرات سوف تعطيك جودة صور أفضل من هذه الكاميرا. فعمليا هذه مراجعتي لهذه الكاميرا بالتلخيص، وبكل صراحة لا أنصح بهذه الكاميرا. طبعا إذا في أي شخص عنده اعتراض أو عنده رأي آخر ممكن يترك رأيه في أسفل تحت أسفل هذا الفيديو. أيضا إذا في أي شخص عنده سؤال بتعلق في هذه الكاميرا أو كاميرات أخرى ممكن أن يترك سؤاله تحت هذا الفيديو أو أي فيديو في قناتي في اليوتيوب. أيضا أدعوكم لمشاركة هذا الفيديو مع الآخرين وتشجيع الآخرين على الاشتراك في قناتي. في النهاية أتمنى للجميع يوم سعيد. إلى اللقاء مع تحياتي أبو ميلاد.